وشوشة. انا السوشيال ميديا بالنسبه لي فيسبوك مثلا، عندي اصحابي بس اللي عليه، فبخش بس حتى ما بكتبش حاجه، يعني اخش افهم ايه اللي بيحصل في الدنيا. تويتر نفس الكلام، لا مش صحابي بس بخش دايما اتابع، مثلا لو انا عامل امر واقع فخش اكتب هاشتاج او اكتب امر واقع، اعرف ردود الافعال الحقيقيه، مش الناس اللي حواليك اللي بيقولك الله برافو. الناس دي مش هتجاملك، يعني الناس دي مش عارفه ان انت هتقرا. الانستجرام ده بقى مسلي بس مش اكتر. الفيلم كنت عامل فيه مجهود مش طبيعي في الكتابه، ووائل احسان المخرج وعلي ربيع، وكان فيه ومعمول بشكل يعني متعبانين يعني، وفكره جديده وفي ضحك بطريقه مختلفه جدا ادفانسد قوي. فلما جينا وخلصنا ونازلين وكده، اول يوم انت ماشي تقريبا انت وهبت زي بعض. وهبت ما كانش متوقع، يعني انا ما كنتش متوقع ما شاء الله، يعني عمل يعني عارف ان هو ينجح، بس متخيل ايه ده؟ انت ماشي انت وهو، انتوا واحد اتنين واحد اتنين، تاني يوم نفس الكلام، تالت يوم نفس الكلام، رابع يوم الفيلم ولا تالت يوم الفيلم اتسرق فجأة، بقيت انت بيحصل كده. يعني هبت بيكمل، هو فيلم حلو انا عجبني جدا لما شفته، بيعمل كده وانت بتطلع بتعلى 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 بتعلى. تقريبا حسن وبولس ساعتها عمل 13 مليون وهبت عمل 30، بس انا كنت متاكد ساعتها ان انت لو كنت ما تسربتش كنت انت كسرت الحاجه 20، وكنت هتبقوا قريبين من بعض جدا. ساعتها كنت مقهور قوي، كنت متضايق جدا. وبعدين بقى اكتشفت ان ربنا ما بيعملش حاجه غير في مصلحتك. فكره ان هو تسرب طبعا، اما عمل سوكي ما تأذاش، اتأذى طبعا في فلوس، بس في نفس الوقت كسب الحمد لله، ان الفيلم عمل ايراد كويس برغم ان هو تسرب من ثالث يوم. ده ايراد عظيم. بس فادني انا في حته بقى، فادني ان الناس اللي ما كانتش بتخش السينما في المناطق الشعبيه والكلام ده كله، الناس كلها عرفت الفيلم. انا يعني انا كان معظم الناس اللي الناس اللي بتتفرج عليا كان معظمها كاتيجوري معين، يعني بتوع حكايه بنات دول ناس معينه بتوع، فكانتش انت لسه واصل بالشكل المناسب للكاتيجوري الثاني. يمكن التسريب ده وصلني للناس التانية بشكل اللي هو انت بتنزل الحيطه الشعبيه، الناس خلاص كلها عارفاك وحسن وبقلز وبتاع ومش عارف ايه، فهي ممكن يحصل لك مشكله بس ربنا بيقول لك لا ده احسن لك. وفعلا فرق بعد كده في علي بابا، وفرق بعد كده في الحاجات دي كلها الحمد لله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصل لك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.